رئيس الوزراء دولة فدرالك سومالي حمسة عبد بري أي حرقة كتشري حرونت الدحيح كيد كدوين كسومالي تاسو دبولي سباهدا يددوينها سومالي يوقبان داوتها يلي أولوه بيبت غب كيدا رئيس الوزراء يا تلمامي إن هيرقنين تحرونتني أي كترشومي سو هالبيق مهيمة أولا حقيقي سوماليا لعقا بضن بالسيا وزارة عافماتك مركات فيريسو وحيابها كقرن اللعيها قاد بيو بدينهين مليونيس اف دولاس ايي قاريان مشاريع دقاركوت بقول مليون بقول الوطن بقول كنتون مليون لكن كل يعني جاي تنجوبي وامد كي كوبات اي واحد تنش بلا والله اركي كلو او ان دتك الصوماليه دي شعبك الصوماليه اي دت دمينيان ان لعقي هي سو غارين متي كوبات ان غوب جوغ وهاد اون فرو واي او فرحت انت كلاه اي بوك ايغو قرن ان ذا بوك وحرمنا إن يبوك كصباحان أو أي نقدان وح لا تهابن كره وشعب الصومالي ذا يركان أو كان أو كلا إن نقدان أرجينا أتبان أو فرح سنة يرنتي و بلو هذا سيد الشيء كوا كلا صوص هذا يهوب إن المال ده وإذا نشوفنه إن البنك جديد إن السجن عرقنه وسيدنا وكاله سجن حرق لو بشره وحرجين يا انت قرشي سن يوح بوغاك تنوغو قرن ان اي بوغاك تكسو بحي دونان واي بناك سو يستاقي دونان ويسوكو بدلي دونان سفسكي اديكي لو تلقالي ان اي نوغدا تاسا رجين يا دي لايرا وزارة عفماتك مسؤولي دوين بسارم حنا مسنا هاي وزارتها وعلوس الشعب كصومالية كسوغيان وحلا طابا كرايني قبطان اي وزارة كميت هاي دير فور مسوريه دي ده ادي اوينت بيك ريسبونسبيليتي بيحن بارسنت نف بني آدم الى الانتت دورستت دوينتت اي كشقيسة marka markasto aad bini aadamka u soo dhawaato wax la xiriira markasto mas'uuliyadaadu ay si adkaanayso way marka mas'uuliyadda ay wasaaradan haysay aad bay u weyntahay sida darteed baan dhakhaatiir u soo xulay waxaan isniri oo dadka kale ka daayay qof aan dhakhtar ahayn meesha uu tagi horta dhakhaatiir baan u soo xulay wasiirku waa dhakhtar wasiir dowladu waa dhakhtar وزير كوهيك وان اختر اقاسم ايال باتشو غيان خاتير ان مركي دماغ حاسين وارب الاقاسم هانا كترا اتوك سيحوشي ارسنا نختر هالنوض مركا وا واح عن ام ملاين ايا دي انا حق انا قوي نقدر تحي نراديه مهايو وزارة تقاشان ديكا نختر لو مقا عابي نلاورن معي لكن iyo wasaaradda caafimaadka askari loo soo magacaabay tii waxaan u maleynayaa inay taas naga dhantahay suuradu waxay saaran tahay wasiirada iyo dadka faraha badan ee khibrada badan leh runtii qiimaha badan ee bahda caafimaadka ka mid ah wasaaraddeena caafimaadku waxaan rumaysnahay inay tahay wasaaradda ugu badan oo haysata pool of expertise rajweys marka laga fiiriyo dhinaca dhalinyarada aqoon-yahanada iyo odayaashii hore ee mar aana qalaninba dhakhaatiirta runtii aniga odayga ee hadda nagala joogay doktorkeen marka khibraddii hore iyo xamaasadan dambe oo isu timid ee wasaaradda kayd badan oo aqooneed ayaa yaalla waxayna u diyaarsan tahay oon hubaa inay ka shaqeyso hawshaas ballaaran ee sheegaynay ee u taalla in la furo bakhaarkan noocan oo kale ah waa milestone weyn
oo ay wasaaraddu xaqiijisay muddo horena soo bilowday waa wax lagu ilaahay lagu shukriyo waa wax loogu mahadceliyo cid kasta oo kasoo qayb qaadatay iyo sidaan sheegnay cid kasta oo inagu kaalmaysay oo aan soomaali ahayn intaba mar kale iyo mar kaleba waa u mahadcelinaynaa dhammaantiin.